السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بما أن الفيديو النهاردة عن الجنين وعن الحمل اللي لسه ربنا ما طعمهاش، دايما قرري وقولي اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وخلي دايما عندك الأمل في الله ويا رب يطعم كل مشتاق. النهاردة هنتكلم ايه اللي بيحصل للجنين أثناء النوم، او ايه هي الانشطه اللي بيقوم بها خلال الفتره دي تحديدا من نوم الام. لازم نكون فاهمين النقطه ان من 90 ل 95 الطفل داخل الرحم اساسا بيكون نايم، ولكن مش ده بس النشاط اللي هو بيقوم بيه في حياته داخل رحم الام. الاطباء حددت ان الاسبوع 38 للاسبوع 40 في الفتره دي تحديدا ان الطفل بينام معاكي وبيقوم معاكي، بس لما بيجي يستيقظ او بيقلق بتحس بركلات وضربات في البطن وفي حركة، فدي بتكون نفس اللحظة اللي انت بتقومي فيها. الركلة، مص الاصبع، على فكرة الطفل بيمص اصبعه اثناء كمان تواجده داخل رحم الام، يعني بيعمل النوم، لانه الاطباء كمان من خلال الدراسات اثبتت ان الجنين بينام داخل الرحم عن طريق حركة العين، فده بيسموه حلم، فبيحلم معاكي وبينام معاكي. واثناء الاستيقاظ اللي هي المفروض يكون استيقاظك انت، بيديك بعض الحركات والركلات، الحركه ضربه، الحركات الطبيعيه في الجنين، فده بيكون لحظه فور استيقاظك انت من السرير. طيب هل الحركات دي او حركتي انا كأم اثناء النوم بتضر الجنين؟ ده سؤال شائع جدا بيسأله ناس كتير جدا، خاصة ان احنا حامل الواحد بيبقى قلقان، انا لما احب اتقلب على الجنبين لازم اقوم واقعد وي وي وي. لا، فالجنين بشكل عام موجود في مكان امن جدا، ده موجود في كيس ممتلئ بسائل بيحميه من الصدمات الخارجية، فبالتالي حركة نومك اثناء النوم ما بتأثرش عليه، الا لو كان حملك ضعيف. ووثق الطبيب طبعا بتجنب الحركات الكتير سواء قبل النوم او بعد النوم. وعلى الرغم من وجود جنينك بامان داخل الكيس، لكن بعض الاوضاع خلال النوم ممكن يتعب الجنين شوية او تأثر بالسلب على صحتك وعلى صحته. اول حاجة لازم نكون فاهمين ان خلال فترة الحمل بيكون من الصعب جدا ان انت ترتاحي على وضعية نوم محددة، ودايما بنتسائل هي ايه هي وضعيات النوم الطبيعية اللي المفروض انا كواحدة حامل انامها. اول حاجة النوم على الجانب، افضل وضعية للحمل هو النوم على الجانب، بس الاطباء هنا شخصت ان النوم على الجانب الايسر هو الافضل للحمل، لان بيزيد من وصول الدم والمغذيات الى المشيمة ومنها طبعا الى الجنين. ومش بس كده، النوم على الجنب الايسر بيريحك، ولكن انا اختلف مع الاطباء في النوم دي، لان الرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا بالنوم على الجانب الايمن، ولكن ده راي الاطباء. كمان خلي بالك من الوساده، لو انت من الناس اللي هي بتحب تاخد مخده في حضنها او بين ركبتيها او تحت الابط، خلي بالك من وضعها في الفتره دي تحديدا، عشان كل وضعيه من التانيه بتسبب لك تعب معين. وكمان من الحاجات اللي الاطباء وصت بعدم التطرق فيها ان انت تنامي على الظهر، لانه ممكن يسبب لك مشاكل كتير جدا. على رأس المشاكل دي الام الظهر، انخفاض ضغط الدم وهبوط الام، قلة الدم انه يوصل للجنين، فتجنبي تماما ان انت تنامي على الظهر. هنتكلم على نوم البطن كده ولا كده، ان نوم البطن مش محبوب وان انت اوريدي حامل، فصعب جدا ان انت تنامي على بطنك. طب هنا احنا جاوبنا على الاسئلة بكل بساطة، ايه اللي بيحصل بالمختصر المفيد للطفل اثناء النوم؟ بينام معاك وبيحلم زيك، وهو اللي بيكون سبب في استيقاظك من النوم. فيديو بسيط وسهل، ان شاء الله لو بيعجبكم النوعية دي من الفيديوهات ياريت تسيبولي ده في الكومنتات، وانا اعمل لكم ان شاء الله سلسلة كاملة ما بين اول حمل لاخر حمل. متابعين الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.